اهلا بحضراتكم من جديد. اللي ما اتفرجش علينا في الانترو، فريق الشباب لكره الطائره في النادي الاهلي فاز ببطوله القاهره. الجميل انه كان بيلعب مع نادي الشمس في الفاينل. نادي الشمس على فكره هم اقوى فرقتين في مصر، يعني هنلاقي ان شاء الله هذا الفاينل برضو في بطوله الجمهوريه، فهي تعتبر بطوله الجمهوريه. هو اللي هيزيد علينا طبعا انديه الجيزه وانديه اسكندريه. الفرقة طبعا مش بس كسبت البطولة، لا عندنا حصدنا كؤوس، يعني خدنا أفضل لاعب وأفضل ضارب، يعني خدنا بعض الكؤوس الشخصية بالنسبة للاعب. هروح لضيوف أرحب بيهم. في البداية برحب بزياد أسامة، أفضل لاعب في البطولة. أهلا بيك يا زياد. أهلا بيك كوتش، منورنا وألف مليون مبروك على الكأس البطولة وعلى الكأس الفردي. مرحبا بك، الله يبارك في حضرتك كوتش. معانا كابتن الفريق وافضل ضارب في البطوله إيهاب، اياد إيهاب. ازيك يا اياد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. والف مليون مبروك ايضا لكاس البطوله. الله يبارك في حضرتك. والكاس الخاص. طب قول لي، هنروح لاياد، انت كابتن الفريق طبعا ولازم نبتدي بيك. البطوله ما كانتش سهله اكيد، وماتش الشمس خلص 3-2. الماتش كان ماشي ازاي؟ كنت قلقان منه، ايه اللي حصل؟ يعني يهمنا الماتش النهائي اللي حصل فيه. هو احنا كنا عارفين من الاول ان هو هيبقى ماتش صعب طبعا، لان احنا كل مرحله سنيه اللي هي تبقى 2002 2003 فالماتش ده يعني هو بيبقى صعب في القاهره، بيبقى هو ده ماتش الفاينل. فاحنا كنا عارفين من الاول ان هو ده المنافس بتاعنا، وعارفين يعني طريقنا ماشي ازاي، وكنا عارفين برده ان هو هيبقى الفاينل واخر ماتش في البطوله. بس هما برده فرقه كويسه طبعا، مش وحشه، بس انا شايف ان احنا يعني احسن بكتير منهم. يعني لو اتكلمنا على المستوى الفني والفرق الفني احنا بالزبط. افضل بكتير، وانا ما كنتش شايف ان الماتش يخلص 3-2، لا احنا كنا نقدر نخلصه 3-0 كمان. هو بس عشان ماتش فاينل فاهميته وكل الكلام ده بالظبط، لكن لكن تفسير الماتش ازاي يعني 1-0 لمين؟ هم كانوا كسبوا الشوط الاولاني، وبعد كده احنا خدنا الثاني فرق سكور مثلا اكتر من 15 بونت، 15 25 10 مثلا تقريبا او 8 8. والشوط الثالث احنا كنا فارقين من اول الشوط تقريبا فرق 5 6 بونت، لحد ما وصلنا خلاص 24 19 او 20، صرت 5 6 نقط ورا بعض، مش عارفين نجيب بونت حاجة. فاهمني يعني ده برده سوء توفيق وسوء حظ وشدت الفاينل حاجة. فاهمني فبس فكانت لحظه صعبه طبعا بالنسبه لنا. خسرنا 2-1. بعد كده خدنا الحمد لله الشوط الرابع بسهوله برده، فرق زي مثلا 7 8 بونت، وشوط الخامس برضه خدناه بسهوله والحمد لله، يعني كسبنا البطوله الحمد لله. بس انا شفت كان في فرحه جامده وبتاع، انتوا عايزين تعملوا شويه سسبنس بس شويه في الايه؟ شويه تشويق في البطوله. أكيد يعني طبعا. انا شفت الصور وشفت البتاع، كنتوا فرحانين جدا وكان في اكيد طبعا حلب لان هي بطوله صعبه، لان هو برضه البطوله يعني مش في ماتش الفاينل بس، لان قبلها كان في برضه ماتشات كتير صعبه. ما انا عايز اعرف بقى مع زياد، انت زياد خدت ازاي يعني او وصلتوا ازاي الفاينل؟ احنا الميزه للفرقه دي اللي احنا دايما عم بنعرف نعوض، يعني مهما جه علينا ماتشين ثلاثه كنا بنبقى خسرانين فرق يعني اشواط يا نقط، وبنعرف في الاخر زي مين يعني لعبنا مين قبل الشمس؟ لعبنا مثلا في قبل النهائي وادي دجله، وكانوا وادي كل وادي دجله كويسين في الناشئين، كان كل جيم هم اللي بيبداوا علينا لحد الاخر، وبنبدا احنا نجيبهم ونكسب. فدي يعني ميزه. وادي دجله خلص كام؟ خلص 3-1 في الدور اللي قبل النهائي. طب قبل وادي دجله لعبنا مين؟ وجه في الدور النهائي لعبنا مصر البترول، كنا برده خسرانين 2-1 وقدرنا نجيب ونكسب الجيم. والشمس كذلك خسرانين برضو. بس خلي بالك ده انتوا غاويين شويه اثاره في الماتشات، يعني انتوا كده خلي في متعه شويه هنكسب بس نشوقكم شويه. فدي الميزه اللي كانت فينا، يعني اللي احنا عن بقيه الفرق اللي احنا بنقدر لما نبقى خسرانين نقدر نعوض ونعرف اللي احنا نكسب، فهي دي كانت الميزه. طب الشمس لعبت مين في قبل النهائي؟ الشمس لعبت وادي دجله. لا انتوا لعبتوا وادي دجله؟ لا لا احنا لعبنا هو مجموعة ماتشات. مجموعة ماتشات مش قبل النهائي، مش بلاي اوفس يعني. زي دوري من مجموعتين. بس انا استغربت احنا وادي دجله وهم لعبوا وادي دجله. هم في مجموعه واحده في مجموعه. الموضوع كان صعب شويه. طب ايه رايكم احنا عملنا تقرير عن البطوله وعن انجازاتكم فيها؟ اعزائي المشاهدين خلينا نشوف التقرير عن بطوله القاهره وارجع احضركم تاني. نجح فريق شباب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني حسام شعراوي في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على جميع منافسيه، سواء في الدور الأول التمهيدي أو الدور الثاني أو الدور النهائي. واستطاع الشياطين الصغار الهيمنة على البطولة واكتساح جميع المنافسين بالرغم من صعوبة البطولة وقوة الفرق المشاركة بها. واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على صيد القطامية بثلاثية نظيفة، وتبعه بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز الفريق على هليوليدو بنتيجة 3-2،
ثم اكتساح أبناء القلعة الحمراء فريقي الطيران والزهور على التوالي بنتيجة 3-0. ثم انتقل الفريق لخوض منافسات الدور النهائي واستطاع الفوز مجددا على هيليو ليدو ووادي دجلة تباعا بنتيجة واحدة هي 3-1، ثم انتزاع الفوز أمام مصر للبترول بنتيجة 3-2، قبل أن يعبر الفريق عقبة طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، فيما كان النهائي أمام نادي الشمس واستطاع الشياطين الحمر التتويج باللقب بعد لقاء ماراثوني استمر لخمسة أشواط وأقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. وأغلق الفريق صفحة الاحتفالات بمجرد التتويج باللقب وبدأ الاستعداد لحصد لقب بطولة الجمهورية. زياد، يعني انت مواليد 2003، تمام، فانت تعتبر من الصغيرين في الفرقه، صح؟ تمام. وبتلعب مركز 2، عندي معلومات مظبوطه؟ تمام. طيب انت مثلك مين؟ عايز تبقى زي مين في المركز ده؟ زي كابتن احمد صلاح طبعا، يعني كله عارف كده، كله عارف كده. ما فيش، لما بسال السؤال ده لاي حد في مركز 2 ما بيترددش ثانيه. كله طبعا، كابتن احمد صلاح اسطوره يعني طبعا. صحيح. طب انت لعبت بطوله افريقيا اللي فاتت؟ لا، دي اتلغت، او احنا ما شاركناش فيها عشان طلع فينا حالات كورونا في المعسكر الاخير. ده كان فين؟ كان المعسكر هنا باين في قبل المسح اللي قبل السفر. قبل السفر كان فيه، كان الولاد فيهم واحد، وكان معنا برضو الناشئات كان فيهم 8 اظن. البنات هم اللي كان فيهم. رحتوش؟ كانت في نيجيريا باين. كانت في نيجيريا، انا فاكر. صحيح، واعتذر. في نيجيريا واعتذرنا. كنت دي صورة طبعا اسطورتنا الكابتن احمد صلاح. طبعا، اللي كلنا، مش انت بس، انا كمان عايز ابقى زيه. ما شاء الله، اسطوره كبيره جدا جدا يعني، حاجه تشرف يعني. فمركز 2 خلي بالك يعني من المراكز المهمه جدا، وما شاء الله لما شفتك ما شاء الله انت طويل، انا افتكرتك 5 يعني حاجه، يعني بلوكر، يعني حاجه محترمه. طب الطول ده بيساعدك؟ شايف ان ده ميزه كويسه ان المركز 2 يبقى طويل؟ يعني احمد صلاح طويل، بس مش الطول الفارع يعني. شايف الطول في مركز 2 بيفيد ولا لا؟ هو بيفيد يعني طبعا، بس اهم حاجه المهاره يعني. غير الطول، مهارات زي يعني سرعه الضرب، توجيه الضرب، قوه الضرب وتوجيه الضرب والبلوك بتاعك. ده بيبقى اهم من الطول يعني بكتير يعني. شايف ان ده اهم بكتير من ان انت يعني تبقى مجرد بس طويل. بالظبط. طب قول لي يعني، انت بتطلع تتمرن مع الدرجه الاولى صح؟ شاركت حاجه السنه اللي فاتت معاهم؟ شاركت معاهم في الدوري. لعبت ماتشات ايه؟ لعبت ماتش هيلي ليدو. السنه دي بدانا معاهم ماتشات وديه. عملت ايه؟ فاكر انت عملت ايه؟ فاكر. ايه؟ قول لي. نزلت لعبت معاهم اخر جيمين، او اخر جيم. اخر جيم لعبته كله؟ كله. حطيت في كام نقطه فاكر وبتاع؟ ما تنسيش ده، خد بالك. لا مش فاكر الصراحة كم نقطة بالظبط، بس لعبته حلو يعني، ده فاكر انا. كابتن محمد صالح حمدي اتبسط منه. يعني انت مثلا 2002، انت 2003 يعني، انت كان ساعتها السنة اللي فاتت 2020 يعني، انت كان عندك ساعتها 17 سنة. دي كانت أول مشاركة ليا. دي كانت أول مشاركة ليا مع الدرجة الأولى. ولسه بتتمرن معاهم لغاية دلوقتي؟ لسه لحد دلوقتي. طب أجي لإياد، يعني إياد نفس الكلام، أنت لعبت مع الدرجة الأولى حاجة الماتش السنة اللي فاتت؟ لا، السنة اللي فاتت تقريبا كان الفترة اللي هو جاء موجة الكورونا دي. كان في لعيبة كتير قوي مصابة. فساعتها صعدت ولعبت ماتش واحد. لعبت إيه؟ لعبت ماتش كان الشرقية الدخان في الشرقية الدخان. ده كان ماتش قبل ماتش الزمالك؟ لا، ده كان تقريبا في الأدوار التمهيدية. التمهيدية. أنا فاكر لما كان اللعيبة الدوليين بره، ولا كانت كورونا؟ لا، هو كان كورونا، كان في ناس كتير قوي عندها كورونا. وفاكر لعبت كام شوط وكده ولا لا؟ ما لعبتش. مش ده على فكره، احنا كلنا لما كان يتقال لنا بس تعالى بكره الماتش ما كناش بننام يعني، حتى لو ما لعبتش. فده كانت بتبقى حاجه كويسه جدا. طيب انت ماسك الاعلى مين؟ انت في مركز 4 بقى. يعني مثلا في ناس كتير قوي انا بصراحه نفسي ابقى زيها يعني. مين؟ قول لي اسم لعيبه عالميه يعني. قولي. مثلا في ايشيكاوا منتخب اليابان، لعيب جامد جدا يعني. بس اول مره حد يختار حد من منتخب اليابان، دي لقطات من البطوله على فكره، وفرحتكم. بص الفرحه كانت جامده يعني، لان انتوا عملتوا اصلا يعني شويه تشويق لنفسكم انتوا. احنا الجيل ده عمرنا ما خدنا البطوله دي غير السنه دي اول مره. طب دي معلومه حلوه. والله مش بنفسنا التشويق ولا حاجه، نفسنا بتيجي كده. والله يا كابتن احنا ما بنفسناش نشوق حد ولا عادي يعني، عايزين نخلص والله العظيم. يا باشا بقول لك مش كسبت. خلاص يا عم انت كده تمام. طيب قول لي يعني انت مين تاني غير اصل يعني منتخب اليابان مش دايما حد بيبقى بيختار منه. طب قول لي طبعا، بس هو ده. طب مين في مصر؟ مين في مصر؟ كابتن محمد عبد المنعم. ده يعني انا شايف اربعه جامده على فكره. طبعا اربعه جامده جدا. انا صراحه بحبه جدا لان هو كان استقباله عالي جدا. طبعا من احسن الاستقبال في العالم.
ولعيب متكامل. يعني كنت شايفه لعيب متكامل يعني متكامل طبعا. وبيعجبني طبعا كابتن احمد السعيد. بس خلي بالك انت واخد افضل ضارب يعني. الضارب ده غالبا اكلمك بصراحه بيبقى استقبال وحش. لا 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 الكلام ده صح ولا غلط؟ اكيد لا، لان لعيب اربعه ده اصلا اهم حاجه الاستقبال يعني في العادي. في العادي حتى لما بنجيب مثلا لعيبه ضاربه وبتاع من المحترفين أكيد. الاجانب يعني ساعات بيبقى استقبالهم وحش. بس انت كويس ان انت بتقول كده يعني، كويس بتقول ان لازم استقبالي كويس. اكيد طبعا لازم، لان دي حاجه، لان اصلا لعيب اربعه ده هو بيشارك بصفه اساسيه في الاستقبال. بيبقى فيه ثلاث لعيبه بيستقبلوا، اثنين ضيبت اربعات وليبرو. صح، فلازم لازم تكون استقبالك عالي. لازم يكون استقبال مش بس ان انت ضارب كويس، لا كمان استقبال عالي. فهو اللي انت المركز اربعه بيبقى لعيب متكامل، ضرب واستقبال. طب قول لي يعني في المنتخبات شاركت مع منتخبات، رحت مع شاركت بطولات بره يعني، سيبك من فتره كورونا، ما قبل كورونا بس، هل شاركت مع منتخبات؟ حصدت القاب مع افريقيا؟ الحمد لله. لعبت 2 كاس عالم ما شاء الله، وبطوله عربيه وبطوله افريقيه. انت حضرت كاس عالم اللي خدنا فيه رابع؟ انت اللي كنت فيه؟ الحمد لله كنت شارك فيه بصفه اساسيه كمان. انت اللي كنت فيهم؟ الحمد لله. خدوا رابع. كنا الفرقه كلها تقريبا من الاهلي يعني، تقريبا كنا ستة في الملعب اللي بقى اساسي كلنا من الاهلي الحمد لله. كان معاك مين انت والحسين والصافي؟ كان معايا انا والحسيني ومروان الصافي وانس شوقي عمر شريف وابراهيم الصاني الليبرو. كل دول كنا مع بعض يعني، كنا بنلعب بصفه اساسيه في كل الماتشات. رابع عالم. وبعدها طلعنا بعدها على طول البطوله العربيه في الاردن، خدناها برضه الحمد لله. بس وبعد كده بقى رجعنا النادي، كملنا الموسم. وبعد كده المفروض كان السنه اللي بعديها كان عندنا بطوله افريقيا، بس اتاجلت لشهر 2 اللي هو كورونا بقى اللي كان قبل كورونا على طول. بالظبط. ولعبت معاهم بطوله افريقيا الحمد لله برضه خدناها. وكان لسه شهر 8 شهر 9 اللي فات ده كان عندنا بطوله العالم يعني في ايطاليا وبلغاريا. لعبتش؟ لا لعبناها. عملتوا ايه؟ والنتيجه كانت وحشه بصراحه. النتيجه مش كويسه. الناس كانت متوقعه لكم تخدوا رابع، الجيل اللي خد رابع، فكنت ممكن تحققوا. والله هو بص حضرتك يعني احنا ما استعدناش بشكل كويس للبطوله. انا كلامي بصراحه معاك حق. ايه صح، كورونا وكورونا كان عندكم طبعا يعني فتره كورونا ما كانش في اعداد كويس، وكان الاتحاد برده في مشكله، والمنتخب ما تمش اعداد. معاك حق، المنتخب ما تمش اعداد بشكل يعني. بشكل كويس، وبرده كان في بعض الماتشات ما كانش في توفيق يعني. بس برده انتوا كان في ماتشات كانت كلوز قوي بالظبط يعني. هو مثلا ماتش التشيك ده كان اول ماتش، كان تقريبا يعني هو ده المنافس بتاعنا اللي يكسب يصعد دور 8. خلص كام؟ خلص 3-1. بس طبعا كان ماتش صعب جدا وكان مقفول يعني. الجيم الرابع برده كان سكور قريب، فرق نقطتين. الجيم الثالث خدناه 32-30. طب لو الماتش ده مش الاول كان فرق معاكم يعني؟ لو كان التالت كنت خدت شويه. ده كان يعني اسوأ حاجه يعني تاثير البطوله. لان كان مثلا لو كان جالنا مثلا ايطاليا في الاول، طبعا ايطاليا بطله العالم وهي خدت البطوله يعني، بس يعني لو كان جالنا اي ماتش في الاول غير التشيك كنت ممكن في الاخر تكسبها، كنا ممكن نلعب ونكسبها. طب خليني اسال زياد، انت برضو لعبت مع المنتخبات حاجه يعني؟ هل رحت؟ رحنا. كان عندنا اول حاجه افريقيا اللي هي السنه اللي فاتت بالظبط شهر 2 دي اللي اتلعبت في مصر. اللي كانت معاهم هم لا دي كانت في نيجيريا. في نيجيريا دي ما اعتذرنا عنها عشان حالات الكورونا اللي كانت في. طب تمام، انا بتكلم على بطوله انت لعبتها. بعد كده دخلنا بطوله العالم بالرانكينج، عشان كان هم واخدين ساعتها رابع عالم، فاحنا اللي كنا داخلين على الجيل بتاعهم. شفت بقى هم يعملوها وانت تروح على حسهم. هم ياخدوا رابع عالم. بس عملتوا ايه؟ لعبتوا مين هناك؟ لعبنا هناك، دخلنا في مجموعه ارجنتين والمانيا. ارجنتين والمانيا وكوبا. ده ايه ده؟ ضلمه. بالظبط. وكنا قبليها واخدين فتره استعداد، عاملين معسكر بالظبط اسبوعين بالظبط. قليل جدا. وكنا قبليها توقف فولي، هو كان بعد الموسم، ما كانش يعني بنلعب في النادي ورجعنا نلعب. لا ده انتوا كان في توقف. كان من البيت. من البيت. اسبوعين بالظبط. مفيش اعداد كده يا كابتن. اللي قدرنا نعمله احنا صعدنا دور 16، كسبنا كوبا 3-2. بعد كده لعبنا افريقيا على مراكز، لعبنا نيجيريا كسبناها 3-1. دي اللي هي خدت بطوله افريقيا. كان كم فرقه مشاركه في البطوله دي؟ كانت 20 فرقه، احنا خدنا ال 12. هايل. كسبنا منهم كوبا. و كنت بتشارك بشكل اساسي؟ بشكل اساسي في الماتشات، كوبا ونيجيريا. خدت خبره من البطوله دي؟ كتير جدا. ايه بقى استفدت يا زياد؟ هل مثلا احتكاك؟ احتكاك الدولي كده كده يعني، ومستويات اعلى بكتير، وفولي غير اللي انت عارفه عادي. فولي هناك حاجه ثانيه خالص. ف والاجواء كمان يعني، التسخين هناك والاجواء، اللعبه نفسها مختلفه غير في مصر خالص. طب ده اللي كان السنه اللي فاتت، لعبت حاجه وانت صغير يعني اصغر من كده؟ لا هو ده اول جيل المنتخبات، مفيش قبل كده. مفيش قبل كده منتخبات. 18 سنه 17 سنه؟ لا اول حاجه 19 سنه. 19 سنه. لعلمك الباسكت مثلا مش كده، الباسكت بيبتدي في 16. بس انا شايف الفولي بول ده صح عشان يكون اللعيب نضج بشكل كامل. هم بيبداوا من 19 سنه. طب انت عندك ايه جاي مع المنتخبات؟
عندنا ان شاء الله بطوله افريقيا شهر 8 اللي جاي. شهر 8 اللي جاي بطوله افريقيا. دي بقى مع ال 21 مؤهله لحاجه؟ مؤهل لكاس العالم برضه. هيبقى فين؟ لا لسه ما اتحطش اي كالندر السنه دي. طب البطوله هتبقى فين؟ لا لسه الكالندر ما نزلش خالص. البطوله الافريقيه نفسها معروف مش معروفه تلاقي فين. لسه ما فيش دوله ترشحت او بتاع. وانت عارف افريقيا اصلا ممكن قبلها يعني يبقى البطوله بكره وتتاجل. احنا كان عندنا افريقيا اللي هي اللي فاتت اللي اتلغت كانت اول حاجه في تونس شهر 8. بعد كده الكورونا خليتها في كاميرون. لا خليتها في شهر 11 في دوله افريقيه برضو. جنوب افريقيا فاكر ولا في جنوب افريقيا حاجه كده بلد كده. بعد كده مخلوها في شهر 2 في نيجيريا. وانتوا ما رحتوش؟ ما رحناش ولا واحد. ده ممتاز جدا. يعني ياجلوها ياجلوها في الاخر احنا اللي. طب والله احنا رايحين بس المهم سلامتكم. ما هو كان ساعتها قرار صح. كان بالظبط. كان طبعا انا ما اقدرش انا يعني انا عندي لاعب بوزيتيف. اي نعم الرياضيين ما بيحسوش. السلام اول حاجه. بالظبط طبعا انت يعني معلش اكيد اهلك كانوا فرحانين جدا بالظبط. كنا احنا كان ساعتها احنا متضايقين من كتر كنا ساعتها مستعدين كويس وقاعدين بتاع شهرين معسكرين وما نروحش بيوتنا. فجه بقى على ليله السفر بالظبط كان السفر الفجر. مستنيين بقى المساحات تطلع عشان نمشي. فهي دي بقى اللي كانت كلنا بقى بس محبطه شويه. كنا قاعدين محبطين بقى في الفندق وعايزين اللي هو نروح باي طريقه بس خلاص. برضه السلام يعني خير يعني. بص دايما ربنا ما يعملش حاجه بس انا شايف ان هو يعني انتوا عندكم لسه يعني انتوا لما تاخدوا ال 12 على 20 فريق. بالنسبه اللي احنا الاستعداد اللي احنا عملناه يعني كويس يعني نسبيا. طب وهو الفريق ده نفس القوام الفريق انتوا لعبتوا واخدتوا 12 على ال 20 في هو نفسه. هو اللي هيلعب بطوله افريقيا اللي جايه ولا في ناس هتطلع؟ بس لا في ناس ممكن تيجي وناس تخش عادي. في ناس كبرت وناس صغيره هتكبر هتخش معاك. لا هو نفس الجيل بس ممكن ناس بقى مستواها تحسن تخش الناس على حسب بقى المدير الفني اللي هي. طب قول لي يا ده جيلك يعني دي اخر سنه ليك في الشباب ولا عندك سنه لسه؟ لا دي اخر سنه. انت سنه فريق اول ان شاء الله. طب قول لي بتفكر زي صافي كده في الاحتراف هل نفسك تطلع بره تلعب لك سنه اثنين بره ولا عايز تشارك مع الفريق الاول على طول؟ يعني انت بتفكر ازاي ولا سايب على الله؟ لا اكيد طبعا انا يعني اكيد حلمي طبعا ان انا ابقى موجود في الفريق الاول في النادي الاهلي. طبعا ده شرف لاي حد اكيد يعني. بس انا طموحي مش واقف عند كده يعني. انا طموحي طبعا مش واقف عند كده يعني. انا عايز ابقى اطلع بره واحترف والعب بره اكيد. بس انا بحب يعني عايز اخدها خطوه خطوه يعني. طب انت ما شاء الله يعني هندسه وهندسه القاهره ما تفكرش تطلع جامعه بره في امريكا؟ فولي بول هناك كويس جدا. هل فكرت في ده ولا لا؟ والله هو التفكير ده حصل مع والدي ووالدتي قبل يعني قبل بقى ما اخش جامعه بقى يعني قبل ثانويه عامه كمان. كانوا عايزين ان انا اطلع بره وكده. في الاول كنت متحمس للفكره شويه بس بعد كده بقى يعني حسيت ان انا لا مش عايز يعني اعيش لوحدي بقى بعيد وكده ولا حاجه. طب انت عندك سهيل وفيق بره وعندك اليور نور ياسين والاختين 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 اللي هم معوض لنادي الشمس طلعوا. يعني قصدي اقول لك ان هو يعني بالعكس ده انت مش هتحس بده خالص. هناك الدنيا حلوه جدا. مش عارف بس هو انا تفكيري اتغير ساعتها يعني. كنت في الاول حابب كده وبعد كده غيرت. وبعد كده مش عارف حسيت ان انا لا يعني. تريك اخوات؟ عندي اخ اصغر مني. طب انت بتفكر في نفس الطريق ده زياد ولا انا لسه بفكر بس لسه يعني ما مش عارف اخد اني قرار دلوقتي بس هو لسه يعني قدامي شويه. شويه ممكن تراسل جامعات تبتدي بتاع ممكن تبتدي تشتغل الموضوع ده. في جامعات كلمتني من بعد بطوله العالم اللي انا اروح اخد عندها منحه. حلو. بس لسه يعني ما اخدتش قرار يعني لحد دلوقتي. لا فكر وروح لان دي حاجه هتديك يعني خبرات بالاضافه ان انت اعتماد على نفس يعني خبرات فنيه وخبرات شخصيه. حياه يعني شخصيه ثانيه هتبقى حاجه كويسه جدا. طيب انا طبعا يعني انا سعيد جدا بالكلام معاكم بس الوقت انتهى. بس انا طبعا ببارك لك يا زياد وبقول لك الف مليون مبروك ونورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. الله يخليك. واتمنى لك كل التوفيق ومستني منكم بطوله الجمهوريه ومستني منكم اداء كويس مع الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. اياد بشكرك شكرا جزيلا. انا اقول لك يا كابتن انا باشمهندس بقى براحتك يعني. بشكرك نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. تسلم. وزي ما قلت طبعا لزياد يعني منتظرين منكم بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. منتظرين ان شاء الله اداء كويس مع الفريق الاول ان شاء الله. أعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع اللعيبة ونجوم كبار يعني أحسن ضارب وأحسن لاعب في البطولة بالإضافة لكأس البطولة بتبقى فرحة كويسة في الوقت اللي بتبقى بطولة قوية ومهمة وبتبقى أداء جيد لبطولة الجمهورية. هنطلع لفاصل سريع عشان نستقبل مدير فني فريق الشباب بالنادي الأهلي النجم الكبير اللي كان لاعب كمان نجم وأيضا نجم في تدريبه كابتن حسام شعراوي ولكن بعد الفاصل.